السلام عليكم خوتي خواتاتي في هذا الفيديو الجديد. الا كنتي انت ولا انت اول مره كتشاهدوا هذه القناه هذه، ما تنساوش تابوناو فلاشين باش يوصلكم كل جديد. في الحلقه اللي فاتت شفنا فن احيدوس، وفي هذه الحلقه هذه غادي نشوفوا طبل والغيطه. خوتي خواتاتي، فطبل والغيطه هو ارث ورثناه من عند جدودنا. رجعوا بشويه بالزمن اللور، فطبل والغيطه خوتي خواتاتي كان قديما كان كيتستعمل في الحروب. كيفاش؟ فالناس فاش كانت كتحارب وفي الطريق نتاعهم لمكان الحرب كانوا كيضربوا طبل والغيطه وكيغنيو وغيرها. فعلاش خوتي خواتاتي كانوا كيديروا هذا الشيء؟ كانوا كيديروا هذا الشيء باش يحيدوا داك لوتراك وداك لابور اللي كان فيهم باش يدخلوا في اجواء الحرب. فاخوتي احنا مسالمين، خلينا من هذا الشيء نمشيو للجانب الايجابي. الغيطه والطبل، الطبل والغيطه هو ارث ورثناه من جدودنا اللي ما كانش كيستعمل فقط في جانب الحرب، بل ايضا كان كيستعمل في الحفلات وخصوصا الاعراس. غنشاهدوا دابا خوتي خواتاتي بعض من مقاطع الطبل والغيطه بمدينه جرسيف، خليكم معانا.
وفي الاخر خوتي خواتاتي ما تنساوش تابوناو في لاشين وتخليو لنا التعاليق نتاعكم كي جاكم الفيديو. Peace and love.